الاهلي يتعادل مع البنك الاهلي بدون اهداف في الشوط الاول في الجوله الاخيره لمباراه كاس الرابطه للانديه المحترفه المصريه. فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي خبرائنا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ايه رايك في احداث الشوط الاول؟ مباراه اقل من المتوسط يعني بالنسبه للفريقين في الدوره كلها والبطوله دي بتاعت الرابطه. مفيش تنظيم في اللعب خالص من الفرقتين. محاوله من البنك الاهلي في استغلال فريق النادي الاهلي بعناصره الشبابيه، ولكن ما زال العناصر دي واقفه على رجليها كويس قوي. بس تحس ان الكره سريعه النهارده قوي، مفيش رسوم، مفيش الهدوء اللي كنا بنتفرج عليه في المباريات اللي فاتت. كل المباريات اللي فاتت كان فيه هدوء، كان فيه باص، كان فيه نقل الحركه، كان فيه اطراف تتحرك بنظام. لم الفرقه دي النهارده اعتقد ان كل شويه يعني حسب الكره ما بتروح فين. يعني الكره هي اللي بتقود اللعيبه، مش هم اللي بيقودوا الكره. ايوه. فخلال ال 45 دقيقه الاولانيه يا رب. انا يعني انما في علامات وفي شكل، يعني انا عاجبني حمزه علاء جدا. عنده جرأة وعنده شخصيه كده وعايز يثبت ان هو واقف يقدر ساعات ممكن يحاول يبني هجمه، يلعب باص فيزنق الباك فالباك يلعبها فيطلع يعمل التصرف. ده مش ضده كل ده. خلينا برضو خلينا نتعلم من كل ده. بس خلينا نقول ليه حمزه علاء لعب النهارده، عشان شوبير عنده هو مصطفى شوبير ربنا يشفيه عنده كورونا. انت قلت تقريبا بنسبه كبيره مصطفى شوبير مش هيسافر بكره مع الفريق، ودي فرصه كبيره جدا لحمزه علاء. حمزه علاء عارف عليه بتعرف عليه لاول مره ازاي بيقف بين الخشات في الشاشه بقى وفي الصوره وفي تحت ضغط فرقه درجه اولى من البنك الاهلي. واقف مش هايب الموقف، يمكن عشان المباراه مش مؤثره معاهم جدا فمدياله الحريه دي. لسه مستنيين من محمد فخري وزياد طارق واحمد سيد غريب اكتر من كده. ايوه، يا ريت لو كانوا موجودين في الملعب لغايه الشوط الثاني نتفرج على اداء احسن من كده باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. هو لازم تبقى سريعه وسريعه جدا كمان. مفيش احداث. بجد يعني انا مش شايف اي حد في الشوط الاول خالص. مبدئيا بس الف سلامه على مصطفى شوبير وان شاء الله يلحق البعثه. لكن انا ما شفتش الشوط الاولاني بصراحه خالص، ولا من هنا ولا من هنا، فمش هقدر اتكلم على حاجه ما شفتهاش. شايف 22 لعيب او 20 لعيب بيجروا ورا الكوره وخلاص كده. من وجهه نظرك ايه الاسباب يعني؟ ما فيش تجانس، ما فيش يعني المجموعه اللي بتلعب النهارده بعيده كل البعد عن حتى حته التجانس. فهو النهارده في حاجه واحده بس عايز يطلع منها مستر موسيماني، ايه؟ يشوف مين اللي هيبقى موجود معاه في كاس العالم للانديه، خصوصا ان هي الناس اللي يعتمد يعني يعتمد عليها شويه، يعني خصوصا الناس القديمه. يعني ممكن يكون بيتفرج على واحد او اثنين مثلا بالكثير. بالظبط. كل ده كل يعني المباراه النهارده معموله، عارف انت في بتعمل مباراه وديه عشان تطمن على سلامه لعيب حد معين او حد معين، هي دي النهارده كده معموله عشان كده ايمن. ملهاش بص يا ملهاش غرض تاني غير كده. اخر مباراه قبل السفر هو بيطمن على جاهزيه اللعيب بس في الملعب، مش على حالته الفنيه، لان مفيش يعني بس فنية. في بعض الحالات يعني تلاقي عدم تجانس، عدم انسجام. ما انا بقول لك يعني هو النهارده الموضوع كله ولا بيفكر في تجانس ولا بيفكر في نتيجه ولا بيفكر في حاجه، هو بيفكر النهارده في اثنين ثلاثه موجودين في الملعب هو عايز يطمن عليهم مش اكتر من كده. فبيحطوه بيشوفهم في 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 منافسه الى حد كبير رسميه اكتر من احسن من الـ من الـ من الحاجه الوديه. فهي هو ده المغزى النهارده. لان عشان هنتكلم في كوره يعني كابتن شريف يعني عيني عايز مش لاقي يعني اتكلم على حمزه عشان بقاله كتير بعيد واتحط النهارده في مباراه وتحت ضغط، فخامه مبشره ان شاء الله بحاجه كويسه يبقى موجود مصطفى موجود حمزه يعني ناس كويسه. لكن لما تيجي تتفرج ككوره لا مفيش كوره. وعلى الجانب الاخر برضو الثانيه فرقه مهلهله يعني غريبة. فرقه يعني قول لعيبه النادي الاهلي يعني ليهم العذر وانا بعذرهم طبعا. انما الفريق الثاني ايه ده؟ يعني ده فريق ازاي بيلعب ده طول الوقت في الدوري وفريق ما شاء الله كلهم سنهم كبير وفي كبير بزياده عن اللزوم، مفيش حاجه خالص. يعني هما الاثنين اجتمعوا يعملوا لنا 45 دقيقه سيئه ما فيهاش كوره خالص.
ماتش ما فيهوش اهداف، ما فيهوش حاجه خالص. لا الله اعلم، لكن انا بقول لك لا لا ما بتكلمش على اهداف، لا بتكلمش ماتش من غير هدف يعني. انت عندك هدف، انت عندك هدف. انا مصر على كلامي. هدفك النهارده 3 4 لعيبه تطمن عليهم. البنك الاهلي لو كسبوا ما يبقوش احسن تواني ولا لا؟ ولا توالي ولا توالي بس. لكن ما هم حتى كمان لعيبه البنك الاهلي عارف يا كابتن شريف بيأدوا، عايزين يقعدوا 90 دقيقه وعايزين ناخد الاجازه وخلاص. تفهمني ونخلص من الورطه دي بس. على كده مش اكتر من كده يعني. كابتن عادل رايك في الشوط الاول؟ ماتش ودي ماتش ودي واخد طابع الماتش الودي، ولكن اهدافه مختلفه. صح، اهداف النادي الاهلي ان هو نتعرف على اللعيبه الناشئين ونتعرف على اللعيبه الجديده. لكن انا بقول اول حاجه ألف سلامة على مصطفى شوبير، لأن أنا كنت شايف أنه كان هيلعب لآخر فترة، لكن عبد الله ما شاء فعلا إن شاء الله يلحقهم، عشان إحنا محتاجين ما عندناش حراس يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية بالأهداف بتاعت النادي الأهلي معروفة أنه بيدي الناشئين، بيجهز وليد سليمان بدنيا شوية، ممكن الناس اللي موجودة إن وحيد رامي ربيعة الناس دي ممكن ياخدوا كم جري كده شويه، لكن فنيا ما فيش لا جديد يعني في المباراه. اما بالنسبه للبنك الاهلي، انا شايف بقى في حاجه مهمه قوي، انك انت وانت بتلعب بناشئين الاهلي وده الفريق الاول بتاع البنك الاهلي، تعرف انت فين والانديه فين من الاخر يعني. بس خليني معلش، ما اصل النقطه ديت لا ما فيهاش، ممكن تتكلم فيها كتير لسبب بسيط يعني. بس هناخد وقت كبير وما عندناش وقت يعني. ايه انا مدرب ماسك البنك الاهلي بلعب بالفريق الاول، لازم اكسب الاهلي 5. لو انا مدرب عندي طموح وعندي لاني انا بلعب في الدوري، عاوز اقعد في الدوري، عاوز ابقى فرقه كوره في الدوري. كابتن مول، الكلام ده اتكرر قبل كده مع الجونه، مع الاسماعيلي، مع المولين العرب. ما انا بقول لك احنا فين. ما انا الكلام اللي انا بقوله، احنا وصلنا لمرحله كبيره انك بالولاد الصغيرين الناشئين بتعمل كده مع الفريق ده، لازم تبني عليه انك انت كفريق اول، ما حدش يقف قصادك وما حدش بيقف قصادك. هو النادي الاهلي اللي بياخد الدوري لفترات طويله علشان عنده البدايل وعلشان المنظومه. مزبوط. الانديه الثانيه ما عندهاش البدايل تلعب بيها في مباراه في الدوره الوديه او الرابطه او بطوله الرابطه، ما عندهاش وجوه قدمتها. انت اللي عندك الوجوه اللي بتقدمها. حتى نادي الزمالك ما قدمش وجوه جديده كتير. سعاد البنك الاهلي ده وجه جديد برضه لا انا بتكلم في ايه يا كابتن؟ اي تيم كوره بيتكون من 25 لعيب، عندك 11 لاعب اساسي، عندك 6 لعيبه احتياطي او 7. أيوة. عشان ده السكور. الباقي كله ده المفترض انك انت بتاع طوارئ. دي بطوله الطوارئ. الطوارئ دول لازم يكسبوا اي ناشئين في اي حته. معاك في كل دوت، بس الكلام ده خلي بالك يعني، ممكن البعض يقول لك الله، طب ما الماتش اللي فات النادي الاهلي لعب فريق معظمه كبار او معظم الكبار وما كسبوش وما قدموش العرض الكويس زي الناشئين. هو لا طبعا في اختلافات يا كابتن عادل. لا بص يا كابتن، هي مباراة. هو ده ما تقص عليه يعني. لا انا بقص عليه ليه؟ انا بقص عليه من ناحيه الفروقات التدريبيه ما بين الانديه والتقييميه. انت بتتكلم في نادي بيلعب المفترض التيم الرابع ده الطوارئ. أيوة. اللي هو النادي الاهلي. أيوة. الناشئين في كمان ناشئين في اعراب. فاهم طبعا يعني، انت في عندك لعيبه في اعراب، لكن انا بتكلم على الانديه الاخرى. هل انت لدرجه انك انت عاوز تجهز لعيبتك، ولا عايز تعمل استراتيجيه؟ أيوة. نادي وتعمل تيم تاني وتعمل، محدش استفاد منها من الانديه الصراحه. صحيح. كابتن بلال كلام عن الماتش نفسه. انا شايف الشوط الاولاني طبعا من مكاسب الماتش او المكسب الوحيد اللي في الماتش هو حارس حمزه علاء. وده يمكن انا شايف ان المكسب الوحيد من المباراه يعني. حارس لعب تحت ضغط، لعب بصوره مفاجئه يعني، بشكل مفاجئ يعني. واضح انه لعيب كوره كمان قبل ما يكون حارس مرمى كويس، كورته حلوه، شكله انهم كمان بيرجعوا له الكوره كتير قوي. بالظبط. بيعتمد هو كمان الحقيقه بيتصرف في الكره بشكل كويس جدا، بيحاول يلعب على الارض، بيحاول يلعب الكره الحديثه يعني. متربي في مدرسه الاهلي، فده حارس جيد. تمام. وهو انا شايف هو المكسب الوحيد من المباراه يعني. زي ما قالوا الكباتن، المباراه لم تخرج عن سياق المباراه الوديه، حتى مش مباراه تجهيزيه كمان يعني، مباراه وديه. انا غير راضي عن الشوط الاول،
برضو ممكن يكون الشوط الثاني فيه احداث مختلفه، مش هنتكلم عن المباراه بشكل عام. الشوط الاول غير راضي عن الاداء، الاداء سيء بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، بالنسبه للعيبه مش كفنيات بس، انا بتكلم كروح. يعني انا مش شايف ان روح لعيبه الاهلي موجوده النهارده في الملعب، وده شيء هو الحاله السلبيه الكبيره اللي انا شايفها النهارده في الشوط الاول. ممكن تتحول في الشوط الثاني، ممكن اللعيبه يعني يتغير، يتغير الشكل، السبيريت ممكن تتحول الشوط الثاني، لكن الشوط الاول فنيا الحقيقه وقتاليا لا، لعيبه النادي الاهلي مش موجوده الشوط الاول. يعني ادينا انطباع مثلا ان هو ماتش محطوط في الجدول مجبر انك تلعبه بالظبط كده، ولكنه مش ماتش. يعني ممكن ظروف الماتش، ممكن ظروف الماتش ان خلاص الاهلي خرج من البطوله وده ماتش تحصيل حاصل، وحتى كمان مش ماتش اعداد لما هو قادم. يعني ده ماتش اهميه المباراه. انا شايف ان موسيماني بينهي بطوله كاس الرابطه بالمباراه دي من وجهه نظري، يعني مش شايف في اي يعني اي جديد، مش شايف في اي ملامح غير ان هو انت النادي الاهلي خلاص دخل بطوله، فبينهي البطوله بهذه المباراه، عنده 90 دقيقه بينهي بيها البطوله. ممكن يعني، والى الان احنا محافظين كباتن نتكلموا، الاهلي محافظ الى الان على ال 90 على ال 45 دقيقه بنتيجه التعادل 0-0، وده شيء جيد. ده اللي اتكلمنا عليه قبل الماتش، انه مهما كان وضع النادي الاهلي فما ينفعش برضه يخرج خسران، ممكن تخرج متعادل باللعيبه الشباب اللي موجوده دي، لكن ما ينفعش برضه تخرج خسران. صحيح. عموما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله في الشوط الثاني، والمباريات القادمه زي ما بنقول دايما. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.